ليس حياتي وهذا ما لا يقول كذا. تعال وانصح، اكتب رسالة عبر الجوال عبر كذا، وقل يا أخي ترى بدر من كذا، وانت تصنع هذا للمسجد وهذا ما يليق، وهذا الدليل من الكتاب ومن السنة ومن أعمال السلف. ذكرنا لكم أن الشيطان ما يأتي في الكنائس والبيع، لا يأتيهم، لا يأتيهم. سئل عن الصحابة الضرعي ما بال الشيطان لا يأتي لهؤلاء الوساوس، قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عبادات، ما يأتي شوف أبدا، اسأل من جد ما يأتي وسوس أبدا، ما يوسوس الشيطان لهم. قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عبادات، وتأتيك وساوس ويأتيك في المسجد، ولماذا الإمام صنع، ولماذا فلان صنع، ولماذا هذا يصنع كذا، وهذا ما يحبني لأنني من بلد كذا، وهذا استقلني، وهذا كذا، وهذا لماذا؟ قال ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عبادات، الشيطان يأتيك في المسجد، لكن ما يأتيك في أنت تعرف ما يأتيك هناك، لماذا؟ قالوا ما يسمع الشيطان بالقلب الخلق، وما يسمع الشيطان بالقلب، أعماله خراب، إيش أسمع فيها؟ هي خراب، إيش أسمع فيها؟ خراب، يهدمها لمهدو، لكن أعمالك لأنها عاملة مقبولة، يريد يهدمها عليك، وساوس، وسوس لك، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، والإشكال، كل الإشكال في من؟ في شيطان الإنس، هذا خطير هذا، لأن تستعين بالله من شيطان الجن يهدم، لكن في عندنا شيطان إنس مهما تستعين بهذا يأتيك وقت الدرس، يأتيك وقت تصلي، قال اسمع نريد نمشي الآن، نعم وصف لك، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، شرط الإيمان إخلاص القول لله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني خوفه من الناس مثل خوفه من عذاب الله. معلوم أن العبد المسلم يخاف من الله بفعل الأمر اجتناب النواهي، لكن هذا قد الخوف من الناس على خوفه من الله. إذا دخل وقت الصلاة أو قبل أن يدخل وقت الصلاة تتطهر في بيتك، لا في المسجد، لأنك عندما تتطهر في بيتك كل خطوة تخطوها إلى المسجد لك بها أجر، كذلك تؤجر على الذهاب وتؤجر على العودة، تتطهر في بيتك، تأتي وعليك السكينة والوقار، سكينة ووقار، يعني لا تأتي إلى المسجد ولا تجري أو ترفع الصوت بالجوال تتكلم أو تلتفت يمين ويسار، تأتي عندما تصل إلى باب المسجد تقدم الرجل اليمنى، تقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تضع نعليك أكرمك الله ضع مع النعلين الدنيا، تذكر أنك وضعت الدنيا هنا، لا حديث عن دنيا ولا تجارة ولا بيع ولا شراء ولا شطارة ولا ما أحدث الجوالات ولا شيء منها، تدخل إن وجدت الإمام شرع في الصلاة تدخل معه على أي هيئة تجد الإمام فيها تدخل معه، راكع ساجد جالس قائم تدخل معه حتى وإن كان في التشهد الأخير، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا دخلت المسجد وكانت الصلاة مندوبة بعد ماذا تصنع؟ تلتفت يمين ويسار، يعني أين الإمام؟ أخرج وتأتي المؤذن أقم الصلاة؟ لا، ماذا تصنع؟ صلي وكفي حتى وإن كان
كانت الإقامة باقي عليها ربع دقيقة، لأنك إذا صليت يحسب لك أجر الصلاة وقيمة الصلاة، وأنت في الثانية تكملها بسرعة، في الأولى تقطعها بلا تسليم، كتب لك أجر الصلاة نعمة من الله، وأنت تضمن أنك تعيش ثانية؟ لا، صلي. إذا صليت يذهب عنك هذا الوسواس الشيطان والأخذ بسرعة وإقامة الصلاة. وجدت الإمام على هيئة تدخل معه على هذا، إلا دخلت مع الإمام تأتم بالإمام ولا تسابق الإمام وتصلي بصلاتك، أدركت الصلاة كاملة تسلم مع الإمام، فاتك شيء تقوم بعد تسليم الإمام وتقضيه. إذا سلمت وانتهيت من صلاة الفريضة تأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الولد هذا ولدك اليوم، هذه أذكار أربع الصلوات لأنها لها وقت أعلى من قراءة القرآن هنا في هذا الموضع، مفهوم أخي؟ لأن هذا الولد له مكان هنا أعلى من قراءة. لو قال لنا الشيخ أنا أريد أتباع الصلوات المفروض أقرأ القرآن، أقول لا، هنا الذكر أعلى من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أعلى شيء على ذكر، يحافظ على هذا الذكر. الحجاج دخل مسجد المدينة وفي المسجد سعيد بن مسيد. كان سعيد رحمه الله لا يقطع الولد الذي بعد الصلاة مهما حصل. دخل الحجاج وصلى بجانب سعيد، وكان الحجاج يلعب في الصلاة، يلعب يكثر من الالتفات. فعندما انتهى سلم الإمام، سلم الحجاج وسلم سعيد، فأمسك سعيد بيد الحجاج ولم أكلمه كلمة حتى انتهى من ولده، وقال له يا لص يا سارق تسرق في صلاتك، والله لو تعود بمثل هذا الفعل لأضرب من عليه هاتين. وترك الحجاج لم يتولى بعد، حصل ما حصل من خلاف الحجاج وكذا. دخل المسجد الحجاج فقال الناس اليوم يأخذ الحجاج بحقه وبثلاثه. دخل المسجد فرأى سعيد في المسجد فقال أنت صاحب الكلمات؟ هذا ربنا عليها تلك. أنت صاحب الكلمات؟ قال نعم، وضرب على صدره أنا. قال لله دبر من معلم، والله لم أصلي صلاة بعد تلك الصلاة إلا ما تذكرت ما قلت لي. أحسنت يعني، كثرة الالتفات، الالتفات اليسير في الصلاة مكروه، الالتفات كثير محرم وقد تكون الصلاة باطلة. يحافظ على السنن الرواتب، السنن الرواتب ركعتين فجر وأربع ركعات قبل الظهر أو ركعتين وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، 12 ركعة.